أنا أحب البلاك كافي. أفضل القهوة التركية. قهوتي المفضلة السبريسو. قهوتي المفضلة هي موكا. القهوة وسط أطيب شيء. كوفي ليتي. أحب كل شيء حلو. يعني اللي بحب يشربها سادة وسط. يعني الناس أذواق مش النوع. لكل شخص مزاجه الخاص فيما يتعلق بنوع قهوته، ولكن الغالبية تتفق على عشقها. ربما يكفي التنويه إلى أن عشاق القهوة يستهلكون أكثر من 2 ملياري كوب من القهوة يومياً، ما يجعلها ثاني أكثر سلعة مستهلكة في العالم بعد النفط. خلدها الشعراء في قصائدهم. أنا عندي قهوة مرة من دون سكر بالمرة، وتغنى بها المطربون، بل إن الألماني باخ أحد أكبر عباقرة الموسيقى الكلاسيكية لحن أوبرا كاملة عن امرأة مدمنة للقهوة. والولايات المتحدة الأمريكية خصصت لها يوما قوميا خاصا للاحتفال بها. وللقهوة جذور عربية، فبحسب معظم الروايات الاسم عربي، ومنه اشتقت الأسماء الأجنبية. وتاريخياً تم اكتشاف القهوة في الحبشة، حيث كانت تؤكل مثل المكسرات. ووصلت شهرتها إلى اليمن في القرن 15، حيث اكتشفوا أن تحميص بذورها وسحقها ومن ثم شربها له تأثير منبه. وفي سنة 1517 أدخل السلطان سليم الأول القهوة العربية إلى القسطنطينية، أو ما يعرف اليوم باسطنبول. وبعدها بوقت قصير أدخل التجار القهوة إلى إيطاليا، ومن ثم انتشرت بعدها في جميع أنحاء أوروبا على مدى 100 عام. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. واليوم تغيرت خارطة إنتاج البن، فالبرازيل تنتج 33% من البن. وعندما سألنا لماذا يشرب الناس القهوة، كانت هذه أكثر إجابة سمعناها. فضل أنا طبعا النوع القوي من القهوة، فهي اللي تعدل المزاج. والله أحب القهوة التركية، طعمها غير، مذاقها غير، حلوة القهوة تعدل المزاج. القهوة التركي مرتبطة أكثر من غيرها بالكيف والمزاج، فهل فعلا في علاقة بين شرب القهوة التركي وبين المزاج وبين النفسية؟ والله هي كثرة هذه الأقاويل في الفترة الأخيرة، يعني مشاكل الحياة أو نقول تعب الحياة، طبيعة العمل الشخص نفسه، صارت أنه الإنسان بدأ يميل إلى تناول المنبهات بصورة كثيرة. هذه صارت عندنا نوع من نقول مثلا نقول الطبيعه، طبيعه تعود على الطبيعه، هذه الطبيعه، ولا ما في انه حال انه والله انا مزاجي يروق اذا اشرب سيجاره او اشرب قهوه. اذا الرابط بين القهوه والمزاج امر نفسي، ولكن هذا لم يمنع البعض من ارتياد منتجع خاص بالقهوه في اليابان، ولكن الافراط بشربها يجعل الانسان يرى اشياء غريبه. لذا استمتع ولا تفرط. سارة الدندراوي، العربية.